طب الله يفرض بقى اللجنه الاولمبيه حكمت راسها وقالت انا هسعى لابطال جمعيه النادي الاهلي، هقول له على نفسها جنت براخي. شو مش قصدي طبعا المثل بالحرف، انما انت اللي هتجيبه لنفسك. ليه؟ ليكن انه ممكن المهندس محمود طاهر يقول او الاستاذ عماد وحيد يقول انا مش هطعن عشان انا ما تسببش فيه. لا، هو يستطيع ان يملك نفسه، يعني المهندس محمود طاهر يستطيع ان يملك نفسه، ولكنه لا يستطيع ان يملكني. ليه؟ لان انا قد اطعن، بلاش انا، اي حد من اعضاء الجمعيه ال 137,000 من حقه ان يطعن في هذه الاجراءات. الطعن ده ما دام في طعن ملوش حدود، كل واحد من طرفي الخصومه بيستخدم الادوات التي لديه. انا بقول اهو عشان يبقى واضح، يعني انا مثلا لو فكرت ان انا اطعن، لو ارادت اللجنه الاولمبيه انها تطعن على اجراءات النادي بتاعي بالبطلان، هقول له تعالى انت ما صفتك؟ انت لا صفه لك، وان القانون الذي اليه تتساندون قانون قد اعطى باليمين وسحب بالشمال. هو عنوان القانون ان الانديه كيانات مستقله والا تتدخل الدوله على الاطلاق. كل اللي عمله القانون انه شال الجهه الاداريه وحط بدلها الايه؟ اللجنه الاولمبيه. هو حل به محل ألف، ولكن الفكرة واحدة وهي السيطرة، بدليل أنه يتعمل لائحة استرشادية. ومعنى اللائحة الاسترشادية أنك أنت بتتدخل لإلزام الأندية المفترض أنها كيانات مستقلة، علشان لو ما نجحتش في عقد الجمعية بالنصاب التعجيز اللي أنت عامله يبقى أنت تطبق الإيه؟ طب إيه صفتك تطبق الإرشادية؟ يبقى أنت بتحل نفسك محل مين؟ جهة الإدارة. بتحل نفسك محل إيه؟ الحكومة. ويبقى بقى المسألة المسميات دي عبارة عن حاجات بنسميها صورية، والحكاية دي مش هتخسر اللجنة الأولمبية، بتخسر مصر، تخسر مصر. أنا بقولها تاني، وبدعو السيد وزير الشباب وهو راجل محترم والرياضة إنه يتأمل في اللي أنا بقوله. التصرف اللجنة الأولمبية يخسر مصر. ليه؟ لأن التقاضي إذا ما بدأ لا يعرف له حدود، وإذا كان أنا ممكن أحكم نفسي أنا لا أستطيع أن أحكم الآخرين، وسوف يكون القانون برمته. بما يعني بقول لك تطبيق اللائحة، اللائحة دي أساسا الاسترشادية لا تطبق إلا بعد أن تفشل الإيه؟ الجمعية العمومية فيه، وبالتالي الاحتكام إليها غير 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 وارد، وتعطي أنت كلجنة أولمبية لنفسك ما لا يجوز أن تعطيها لها. وعشان كده مهم جدا إن أنا أنبه أبناء النادي الأهلي الذين يتصورون ببعض الانحيازات الشخصية أنهم يخدمون على الانحيازات الشخصية، أنتم تضرون بمن تتصورون أنكم تخدمون عليه. ليه؟ لأن بيتخلق رأي عام دلوقتي أنه تخديم على ألف يقتضي الإضرار بالنادي الأهلي. رقم اثنين، القياس على هليوبوليس قياس مع الفارق الشديد جدا. رقم ثلاثة، أن القانون لا يوجد في القانون ما يمنع أن تقام الجمعية على يومين. نمرة أربعة، إنه إحنا مش إزاء فرع مدينة نصر، نحن إزاء مقر آخر للنادي الأهلي. النادي الأهلي له مقرين نتيجة اتساع أعضاء جمعية العمومية واتساع جماهيره إلى آخره، مقر في الجزيرة ومقر في مدينة نصر. رقم خمسة وأخيرا، إنه اقتحام هذا الميدان سوف يضر بالدولة المصرية وسوف يضر بالرياضة المصرية، لأنه حينما يبدأ التقاضي أنت لا تستطيع أن تعرف ماذا سوف يقال، ولا تستطيع أن تملك لسان ولا قلم أحد في أن يتعرض للقانون ذاته الذي أعطى باليمين اللي سحبه بالشمال.